إلى زميلي ريما جايم الموجودة قرب نصب الجندي المجهول على ساحة المتحف. إذن نعود إلى ساحة المتحف، ومن لا يعرف المتحف اللي كانت تفصل بزمن الحرب اللي إن شاء الله ما ترجع ولا يوم نستذكرها فقط لأخذ العبر، ولا ترجع ولا يوم تصير بين أي لبناني وآخر. المتحف يعني خط التماس كان يبقى اسمه. المبدع ريمون جبارة معي اليوم لحتى توجه تحية للجيش، لحتى بكلماتك أنت نقدر نقوي عزيمتهم ونقدر نحرض على محبتهم للي بعضهم مترددين بمحبته. مع الممثل القدير عمر ميقاتي رح نروح لذكريات طرابلس، طرابلس الثقافي، طرابلس الكتاب، طرابلس مدينة حياة وليس كما نراها اليوم. استاذ ريمون جبارة بدي اياك تحكي على الميكرو اذا بتريد. بعرف انك غير تقليدي بكل شيء بتقوله، بكل شيء بتفكر فيه، وكثير صريح، وكثير بتوصل رسائل مطرح ما بدك وكيف ما بدك، ومنك خويف. شو بتقول اليوم للجيش اللبناني؟ بدي اقول لانه نشكر الله اذا الله يعني موجود وناطرنا، يعني موجود وسامعك. انا ما فيني اكد هالشيء. بعدين بحكي شاكك انه موجود حقيقه، انت كل محبتي له، كل مره انت بتشك فيه انه موجود وبيرجع بيعطيك اشارات انه حاضر بحياتك. انا بفكر الجيش هو لبنان، ولازم كلنا نكون جيش. اذا ما لبسنا البدله نكون من جوا جيش. نعم. كيف يعني من جوا جيش؟ رح ارجع اسالك، كيف واحد بيقدر يكون من جوا جيش وهو يمكن قاتل الجيش بيوم من الايام ببعض الحروب اللي صارت بقلب لبنان؟ استاذ عمر خبرني عن طرابلس، طرابلس اليوم تشبه طرابلس الامس، يعني اليوم لما ينحكى عن طرابلس بيحكى عن بؤر امنيه، عن بيئه حاضنه، انت شو بتحس؟ انا لما تركت طرابلس كان على الميكرو اذا بتريد. عفوا. طرابلس بتخليني انسى احيانا. تركت طرابلس مع عائلة، مع الوالد، لما انتقل على بيروت نزار مئاتي كان عمري 9 سنين، انا تلميذ مدرسه الفرير. الذكريات 9 سنين يعني واعي. طرابلس الحلوه التراثيه، اسواق الحجر مسكره، الناس الطيبين اللي بعدهم طيبين. فأنا بقول لك صحيح، أنا من وقت لتاني بنزل على طرابلس أكيد، لأنه بعد عنا أهل وعنا أصدقاء، وطرابلس هي الطفولة، هي ذكريات الطفولة، طلعت رفاعية، وهلأ البيت اللي كنا فيه صار تراثي. نعم. على العتبة. تشبه اليوم طرابلس الأمس؟ طرابلس بعده ناس بدلوا بيستمروا طيبين. وهلا التيارات اللي عم تطلع مش بس بطرابلس، بالمنطقه العربيه اجمالا وغير العربيه، يعني واصله لمناطق كثيره. صحيح. بنشوف مين وراها. فجاه انتشرت وفجاه برعمت وعطت احيانا ورد، احيانا عطت شوك، واحيانا كثير اشواك. انا اؤمن بشباب طرابلس لانه هن شباب بالنتيجه وطنيين ولبنانيين. المهم انه يلي متمسك بدينه، اذا انه في كثير منهم باطار ديني، الدين هو محبه، ايه باسم الدين عم بيحاربوا وعم بيقتلوا. انا بقول لهم شغله، انا بقول لهم لهالشباب يلي الطرابلسيه اللي ما فايتين بهالقصص، بتصور يلي ابن لبنان بدل يعني مرتزقه كمان موجودين. مرتزقه اوكي، بس خلي انا بقول لاهل بلدي، بلدي لبنان، وخصوصا للبلد اللي عرفت فيه طفولتي، بقول لهم عندكم دين ببلش اياته القران الكريم بكلمه بسم الله الرحمن الرحيم، مش بس رحمن رحيم، كلية الرحمه، وكل شيء في نصوص بالقران بتحكي عن التاخي والرحمه والاهتمام بالاخر ورعايه اليتيم والتسامح، دين محبه وتسامح وسلام. فمجرد ما يطلعوا ويشوفوا صح وما يسمعوا لحدا، يسمعوا لقلبهم، وفي اشارات كثير موجود، بيعرفوا شو هو حقيقه الرحمه. بعدين هلا كنا عم نحكي بايه قرانيه بتقول ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس
والمشركين، إن الله يفرق بينهم يوم الدين. نعم. شأن كل هالأديان هيدا عند رب العالمين مش عند البشر. نعم. وهي أي واضحة. نعم نعم. حقيقة. ما بيشبهوا هؤلاء المرتزقة، ما بيشبهوا الدين الإسلامي بأي شيء، حتى أنه دعوة داعش من كم يوم هي لتغيير النص القرآني، بتعتبره غير منزل وبتعتبره لصالح المسيحيين وبدها تغيره. يعني هيدي آخر قرارات. بدنا نشوف إذا كان هيك. نعم. شغلة واضحة ما في داعي نعلق عليها إطلاقا. نعم. وهيدي شغلة ما بتستمر. نعم. لأنها أصلا هي فورة جذورة غير عربية. نعم. وغير إسلامية بتصور هيك. صحيح. والله يهديهم، أنا بقول إنه هول الله يهديهم. هلا بدنا نصلي نحن وياك لالله يهديهم، بس قبل بدي أسمع صوت كله إحساس وكله حب وعنده كتير من المواقف الوطنية مش السياسية، اللي عنده حب كبير للبنان، لكل مطرح فيه، لكل يمكن عشبة وتربة عاشت فيها هي من ضيعة لبنانية كمان تقاوم، وكمان ضيعة لبنانية كلنا فخورين فيها ومنحبها. إليسا بونسوار. بونسوار ريما. كيفك؟ يعطيك العافية. عم شوفك. ميرسي، يعطيكم ألف عافية على البرنامج عم تقدموه اليوم. شكرا. عم شوفك عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأنك ما عم بتنامي، كأنك عم بتلاحقي الأخبار لحظة بلحظة. بعرفك بتحب السياسة، بس اليوم متابعتك أكيد. لا ما بحب السياسة، أنا ما بحب أطلع دايما. أنا بحب أطلع لأنه أنا دايما بقول بعتبر حالي مواطنة قبل ما أكون أي شيء تاني. نعم. وأي شيء أنا يعني معني في بلدي وولاد بلدي أنا معنية فيه، هي قبل كل شيء. نعم. فأنا ما لا بحياتي بحب السياسة ولا بتعاطى، بس كمواطنة بحب أعطي موقف، وبحب يعني بحب كون مواطنة. نعم. يعني مواطنة عم بتعيش كل تجارب اللي عم بعيشها غيرها في الوطن، ومش مستقيلة مثل البعض. يعني البعض ممكن نلاقيه غادر، ممكن نلاقيه راح برحلة استجمام هو البلد، والبلد عم يمرق بأصعب المراحل. لكن رح أقول لك شغلة ريما، بالنتيجة إنه الجيش عم بيموت كرمال نحن نعيش. أنا مع إنه العالم تعيش، لأنه لا. صدقيني ما في إنسان عنده ذرة كرامة وعنده ذرة وطنية وانتماء للبنان منه عم يبكي من جوا، منه قلبه عم يبكي من جوا. يعني عم بتقول الست ما يمنسى إنه الشهداء اللي عم بيموتوا، أوكي شهداء، بس عم بيموتوا عم بيحاربوا ناس أقل منهم بالكفاءة، عم بيحاربوا حشرات. يعني اللي بيقهريك إنه ما عم بيموتوا شبابك، عم بيحاربوا جيش مثلهم، ما عم بيحاربوا يعني مش قضية، عم بحق ما بعرف، يعني شيء بيزعل كتير ريما. نعم نعم. يعني أوقات يعني الحكي ما بيعود يطلع معه قدام هالشعور اللي عم نعيشه يعني. نعم. عم نشوف أبطالنا، عم نشوف أحسن شباب عنا عم بيموتوا، ساعة بيخلقوا لنا فتح الإسلام، ساعة بيخلقوا لنا داعش، عم بيموتوا أحسن شباب عنا يعني. نعم. وعلى الفاضي. نعم. وعلى الفاضي. إليسا شو بتقولي يعني للجيش اللبناني بهالليلة اللي الام تي في بتهديها بكل العنفوان وبكل الحب وبكل الانتماء؟ شو بتقولي له هيك كلمة من القلب؟ يعني أكتر شي بدي قل له، نحن يعني أنا كبنت مسيحية مؤمنة بقول الله معه، الله يحميه، الله يحمي منطقة عرسال، الله يحمي أهله، الله يحمينا كلبنانية. وأنا كوني فنانة بدي عقب على كتير مواقف عم يخدوا الفنانين هالفترة، إنه بدهم يبطلوا يغنوا، إنه بدهم يعتكفوا لحديت ما تخلص. نحن ما فينا نقدم شيء لجيشنا كفنانين غير صوتنا. نعم. والناس اللي عم يلغوا حفلات ريما. نعم. خليهم يعملوهم، وراعي الحفلات يقدموهم للجيش، بفكر بيكونوا قدمولهم أهم خدمة وأحسن خدمة. طبعا. وأنا شخصيا ما لح ألغي شيء من نشاطي، وحفلة بيروت إن شاء الله تكون خلصت القصة بكرة. نعم. بدي أعملها يعني أنا ما بحب فوت بهالتفاصيل، بس اللي بطلعوا من هالحفلة رح يتقدم ل ما بعرف شو بدهم يعملوا في الجيش، بس بفتكر بفيدهم أكثر بصوتي، لأنه أنت بتعرف ريما بالحروب اللي صارت، ست فيروز، ست أم كلثوم، الأسامي الكبيرة بقلب الحرب كانت تغني وتعلي صوتها ويقدموا مساعدات الحفلات للجيوش تبعها.
سو بتمنى انه ما بقى حدا يعني انا بحترم كل واحد شو بيقول بس ما بقى حدا يزايد بليز كل واحد يعمل شغله لانه نحن ما فينا نقدم شيء غير صوتنا ريما ما عندنا شيء نقدمه غير صوتنا ووطنيتنا وحبنا للجيش وصلاتنا له لانه صراحه مش قادرين نعمل شيء ويا ريت يا ريت نقدر نحارب معه صدقيني من كل قلبي وبضم صوتي لصوت راغب عليه لانه انا بنت بس يمكن من اول الناس تكون موجوده الله يحمي الجيش ويخلي يعني والله يساعد الامات اللي ربوا هالولاد واخر شيء راحوا بلاش صراحه نعم. يعني ابطال وشهداء فوق العاده فوق 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 العاده صحيح شكرا إليسا لكلامك المؤثر ولمبادرتك. بقول شغلة معلي بعد اسمحي لي أقول شغلة أنا كنت عم بسمع شوي معالي الوزير أبو صعب نعم. مع أستاذ وليد عبود يحكوا نعم. عن قرار 1701 ينقوا حيلا قرار بالدنيا يخترعوه بس يحمولنا حدودنا لأنه نحن مش مستعدين كل يوم يفوت لعنا داعش أو فتح الإسلام ويقتلولنا شبابنا لا بدنا قرار ينعمل بدنا نحمي حدودنا لا ما بقى بدنا نخسر شباب ما نعم. بقى عنا شباب نخسرهم نعم. وحقيقة الجيش بيّن قدي إمكانياته قدي تدريبه قدي قوته فعلا بالنسبة لكتير كتير جيوش عربية نعم. الله يحميه شكرا إليسا بس والله يقويكم ميرسي وشكرا على المبادرة كمان كتير حلوة إنه يروح رايع الحفلة للمؤسسة العسكرية أو للطريقة اللي بتلاقيها مناسبة أستاذ أوه عم ندخن أستاذ ريمو عم ندخن بعدك عم بتدخن نقولي بالهواء الطلق مسموح بالهواء الطلق قلت لي لازم نتصالح مع الجيش أو لازم ننتمي من جوا للجيش كيف بينتموا من جوا للجيش وهل نحن انتمائنا بعد ناقصه كتير انتماء ببلش مع الولاد قرب الميكرو اذا بتريد نحن بزار ايه انا فوق لما كنا صغار ولما كنا كبار بالسكوندير كنا نغني النشيد الوطني قبل ما نفوت على الصف بالحرب لو صاروا يطلع غنيني ضد الفلسطينية وضد القتل يعني مع القتل لو من بدل بونا بالربكي ايه برلبكي نعم عمل لهم اغاني يغنوها الخطوره عندنا انه الجيش بيعطي طبعا بس نص السياسيين بكدوشوا للبنان كدوا شيخ هلا شوي راح يكدوشوا شيخ بعضهم نعم بعدين باردون انا ما راح مشاهل بالعمر يعني وان شاء الله الله يعطيك طول العمر انا بقرا جرايد بقرا صفحه الوفيات تشوف اذا طالع اسمي كل يوم بيقلو قالوا ستي بتوصل رسائل كثيره ريمون جبارة رسائل عن الوطن وعن الانتماء كمان نعرف قد ايه انت متعلق بهالوطن بنرجع لحديثنا انا وانتو بس قبل بدي اروح على محطه يعني بعز علي قدمها بحس اني جباني اني اقدمها جباني اني اطلع بكل المشاهد اللي رح نشوفها بهالروبورتاج بخجل من عينين كل ام شهيد كل ارملة شهيد كل طفل كل طفلة فقدوا بيهم قبل الاوان اللي رح نشوفه هلا شهداء المؤسسة العسكرية الابطال منشد على ايد اهاليهم ومنخجل انه كرمال يعيشوا اولادنا بامان وبمستقبل بيضمن حريتهم عم بيروحوا ولادكن إنما الشهادة واجب عند الجيش اللبناني والشهادة أكيد رح تمهد للبنان أفضل مثل ما كلنا منحلم فيه منشوف سوا منموت كلنا وبينتهي الوطن يا منكون رجال ويبقى الوطن من عنا الأرض بينزرع فيها شهداء وبتزهر حرية عنا التراب بيحمر من دم الأبطال وبيتحول لذهب عنا الشمس ما بتشرق إلا على صوت جرس عم بيزلغط لرقصة النعش وعلى تكبير بناد الخالق وعلى جملة الله معك يا شهيد سبقونا الأبطال وقالوا أرض ما بتنطال والوطن بيكبر برجال الوقت ببكتب جال هون ام صارت رفيقة الدمعة وصار الاسود زينة عرس البطل يلي راح وهون ايدين خلقت تتحمل الفرسان على كتافها هون بلد مندور للعذاب
لحروب ما خلصت صلاحية انتهائها. هون لبنان، كتاب تاريخ ضايع، حدود خايفة، صوت بعزة، وذاكرة قصيرة كتير. هون لبنان 18 طايفة وسما وحدة، 18 طايفة ووجع واحد، 18 طايفة والجيش واحد. دم الشهداء بعد ما برد أصر الجيش يكون للشهادة عرس بعرسين. هيك بيعرف المتآمرين إنه الجيش هو هون سيف مسلط قاطع مثل العدل. الخبرية بلشت بنقطة دم وانتهت بكرامة. كان بطل للبنان، كان شهيد، كان شهيد لوطنه، كان عم بيناضل من أجل وطنه، بس ما قادر أحكي من هيك يعني. ما بعرف ليه هيك، كله ضد الجيش، كله على الجيش، كله على الجيش اللبناني. اللي بدي أقوله كمان لكل الأطراف اللبنانية على أرض الوطن، بقول يا ريت بينترك الجيش اللبناني لحاله يتولى مهمة الدفاع عن أرض الوطن. بعتقد كان كل فرد من أفراد الشعب بيوصلوا حقه دون تقصير أو دون نقصان. نحن مع الجيش، نحن نساند الجيش، نحن لأنه نحن مع الدولة، وبالتالي مع كل مؤسسات الدولة، وفي طلعتها مؤسسة الجيش. حرقة بقلبي يعني، ابن عمتي، تعرف شو يعني ابن عمتي؟ جبتوا في زمن الجسر، جبتوا في عز التعبي، جبتوا في زمن الجسر، جبتوا في عز التعبي. الشاشة عنف وغضب 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 وغضب. يا بني بلادك قلبك عطيها، وغير فكرك ما بيغنيها. محميتها يا ابني من الويلات، ما في حدا غيرك يحميها. بيك موصي لك أبي الممات، بلادك صلاة للحب صلي. الله يقوي وينصرهم وينصرهم على أعدائهم. طلعت فيها مثل الأسد، خليك في الجيش. زاد رتبة، هي رتبة شهيد، أعلى رتبة بالجمهورية اللبنانية، جمهورية مسيحي من بعد صليبه يوم ثالث وقيامة. ومسلم بيعرف إنه مع العسر يسر، وإنه الظالم ما له نصير. تحية لشهداء الجيش من رتبة شهيد. أرجتنا مركز عليها دهور، وبعدها بتكبر في ماضيها. شفنا أبطال لبنان، أبطال لبنان اللي مزجوا دمهم بترابه، ما رح ننساكن أبدا، ولا حدا رح ينسى هالمعركة الكبيرة اللي خطوها بصلابة وبإيمان وبقوة، لحتى تخلوا لبنان محرر من كل فكر تكفيري، من كل حدا بده يقول لا لأي حدا عنده أي انتماء، إن كان مسيحي، مسلم، ملحد، يقدر يمارس مثل العادة بلبنان كل حقوقه. أستاذ عمر، كنا عم نحكي عن طائفة جديدة هي طائفة داعش، يعني تقول أن تنتمي للمسلمين. حسب معلوماتك وقراءاتك والتطورات مؤخرا، قد بعيد عن الإسلام وبشو؟ حسب ما تصرفاتهم اللي عم توصلنا بوسائل الإعلام، ما قالوا علاقة بالإسلام مطلقا. الإسلام مش هيك. من هم هؤلاء يعني؟ بعدين في قسم كتير مضللين، يعني في قسم كتير مش عرب أصلا، مش عارف مين في وراهن. انا يعني بنشك بهالموضوع انه في وراهن ايدي مخابراتيه، يمكن عم تشغلهم لاسباب كثير بيعرفوها من السياسيين. ليش؟ هو تقطيع المنطقه العربيه، تقطيع اوصالها لخدمه قبل كل شيء خدمه اسرائيل.
يعني كل شيء بصب بالنتيجة، ومش بس إسرائيل، خدمة مخططات أجنبية للسيطرة على المنطقة اللي فيها ثروات. فما بيناسبهم قصة هالاختراع الربيع العربي اللي أطلقوه هن أكثر شيء. يعني الغرب أطلقوا أكثر شيء أكثر من العرب يعني. كان ثورة طلاب، كان ثورة حقوقيين، هو كان نفحة ربيعية بس تحولت خريف، بس تحولت إلى غيوم سوداء خارجية. صحيح. بتصور الإسلام يلي بيعرفه منيح هو الإسلام دين انفتاح وعلم. يعني أنا بقول لهم إذا بدكم تكونوا أمة حضارية روحوا درسوا، اخترعوا، شوفوا أدوية جديدة، عالجوا هالأمراض المستعصية. على القليل يكون عندكم ما تقتلوا جربوا تفوتوا بالعلم، لأنه الإسلام يدعو للعلم، دين علم ودين واقع ودين اجتهاد. صحيح. وبعدين لما بيوقف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعضه المقربين عم بيتوجهوا للجيوش رايحة تنشر كلمة لا إله إلا الله ببلاد كانت ما تعبد، كان في مجوس يعبدوا النار. صح. لما بيقول لهم ما تقربوا على طفل، ما تقربوا على شيخ، ما تقربوا على عامل في حقله أو في عمله، ما تقربوا على شيخ، ما تقربوا وتقطعوا غصن أخضر. هيدا توصية من النبي المسلم، النبي صاحب الرسالة يلي قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق، وكمان بمحل قال جئت لأتمم ما بدأه أخي عيسى، لأنه هو حط التنظيم الاجتماعي بالنصوص بقصة الميراث، قصة رعاية اليتيم وتحديدا قصة الطلاق والطلاق وغيره، شغلات تنظيمية يعني. فهذا الإسلام يلي بعرف واربين عليه، الإسلام منفتح للآخر. وبعد هلأ قلت الآية الذين يفرق ما بينهم رب العالمين. صحيح. هالأديان. صحيح. ما قالوا حق إنسان شو هي ثقافته شو هي علمه، ما قالوا حق مين ما كان يكون، هذا أنه هو يحكم على الآخر. ممكن الآخر يكون ملحد. ما عم بيفرق اصلا بين مسيحي ومسلم وملحد. استاذ ريمو ما عم بيفرق، يعني ما عم بيفرق بين مسيحي ومسلم وملحد، يعني وكأن القتل هو الاهم، اباده ربما او السيطره او حرق الارض. رح ارجع احكي عن هالموضوع، بس قبل بدي استقبل انا وياكم نجمه لبنانيه غنت الجيش من سنتين تقريبا مع رفاق لها بالغناء، نجمه لبنانيه تنتمي لهالوطن لها الانفتاح، تربت بعيلة مسيحية مؤمنة كمان بس منفتحة على كل باقي الطوائف، أحبوها بلبنان وبمصر، وهي حبت الاثنين وحبت كل مطرح زرته وبدلته المحبة. اليوم كأم بعرف أنها عم بتعيش وجع كتير كبير، لأنه ولادها بخطر، لأن لبنان بخطر، لأن وجودنا وكياننا بخطر، بس الجيش السيف المسلط عليه قادر إن شاء الله يرد لنا الأمان. نانسي عجرم أهلا وسهلا فيكي. مساء الخير ديما. مساء النور. مساء الخير على الجميع. شكرا. مساء النور. ريما صراحة ما بعرف شو بدي أقول من بعد هالروبورتاج كمان يلي شفته. نعم. يعني كل الكلام بصير بسيط وبلا قيمة قدام مشهد رجال تركين بيوتهم وولادهم وأهلهم تيحموا وطن وشعب. نعم. يعني قدي مشهد جبار إنه شخص يحط دمه على كفه وروحه يعلقها عجبها عالية لحتى نحنا ننام ونقوم ونعيش ونروح ونجي بأمان وسلامة. نعم. ما بعرف إنه قدي ممكن نقدر قيمة جندي سهران بالليل وبالخطر وعم يتحدى الخطر والإرهاب والموت وعم بيواجه بكل شرف وتضحية ووفاء حتى أنا وأنتو كلنا نعيش حياتنا وما نخاف على بلادنا أو على مستقبل ولادنا. فأنا ما رح أطلب شيء غير شغلة واحدة وكلنا بنقدر نعملها. شو؟ هي إنه بيت الشهيد وولاده نعم ما يكونوا محتاجين لحد أو محرومين من أي شيء. لازم كلنا نرد جميل للشهيد اللي ضحى بحياته ونكون كلنا متضامنين لنحميله مستقبل ولاده وعائلته. نعم. اللي قدم حياته ليحمينا ويحمي لبنان بعتقد مش كتير عليه شو ما قدمنا له تنحميله هالبيت. أنا بعرف كتير منيح أنه قيادة الجيش تتكفل. صحيح.
أكيد، بس قد ما بنقدر نحن نعمل لازم نعمل، وبإذن الله رح نعمل. وبدي أقول باللي شفته كمان، بدي أقول لكل أم فقدت ابن غالي، ولكل زوجة فقدت زوج حنون وبطل، لكل ابن وبنت فقدوا عطف وحماية، بدي أقول لهم أنه ارفعوا راسكم وشوفوا حالكم وتكبروا على الموت، وقولوا له للتاريخ والأيام أنه اللي جاي نحن قدمنا شهيد للبنان، وقدمناه للبنان ولكل اللبنانيين. يعني بدي أقول لهم لأهل الشهداء أنه جميلكم على راسنا ودين على وعلى وعلى أولادنا. حلو كتير نانسي، أنا أكيد لأنه بعرفك كتير منيح أنك اللي حكيتي رح تنفذي، يمكن مش بالعلن بالخفاء بس رح تنفذي، أنا أكيد من هالشي، ونحن رح نكون معك أكيد وشاهدين على هالشي. وبعد بدي أقول شغلة واحدة بس قبل ما خليص، بدي أرجع أقولها بصوت عالي، أنه كان صعب العيش والناس خيفاني، وصار عنا جيش والجيش لبناني، وهو يعني فخرنا وأهلنا ومصدر الأمان، والله يحمي لبنان وجيش لبنان. وتذكر، ولازم كل ما نتذكر إنه الجيش ضحى للبنان، ولحنا لازم نتوحد للبنان. بعتقد هيدا التمني اللي بيتمنوه الشهداء بتدلهم إياه، وحدتنا ومحبتنا للبنان ولبعضنا. والعالم اليوم لأنه ما عاد في محل للبغض، وصار في مساحة كبيرة للمحبة، بس للأسف هي فاضية. صحيح، فخلينا نمليها بالمحبة، لأنه بدون محبة الحياة سودة. والله يحمي لبنان وجيشه ويشفي الجرحى والأبطال ويردهم بسلامة لبيوتهم إن شاء الله يا رب. شكرا ريما. إن شاء الله يا رب. شكرا نانسي. أستاذ ريمون جبارة، خبرني عن الجيش، عن عقيدة الجيش، عن قديه قادر يستبسل في سبيل الوطن، وقديه قادر اليوم يتحدى كل محاولات انقسام أو محاولة. يعني أنا بأيد كل شيء حكى سمعني يعني عن الجيش من كل الجهات، بس أنا عندي سؤال. نحن في عنا عدوة وشيئة، شو بفرق بيناتهم؟ حدا يقول لي شو بفرق بيناتهم؟ منيح ابرز كان في بحر لما كانت طلعت علينا كمان. هلا اللبنانيين بفرقوا بيناتهم، العدو هو واحد. الشهيد اهم شيء بصير ابن كل لبنان مش ابن عائلته. كل الشهداء بصير شهيد كل لبنان، عيال اللبنانيه. نعم، نحن يعني نحن عدونا الأساسي هو إسرائيل، قد نختلف مع البلدان المجاورة، قد نثور أحيانا على أنظمتهم، بس بالآخر منهم أعداء، صح؟ وأستاذ عمر الميقاتي قال إنه هؤلاء اللي عم يجوا بركي يبشروا بهالعقيدة أو بهذا الدين اللي ما لازم نسميه دين، يمكن بهذه البدعة، ليسوا مسلمين وليسوا لبنانيين كمان. بعتقد منهم عرب. بعتقد كمان إنه منهم عرب. القسم الأعظم منهم. يعني هاو شو مضللين بالمال، فقراء. بعتقد في وراهم جهات معينة، وإجمالا جهات ما بتريد الخير لهالمنطقة كلها. نعم. في أهداف يعني من زمان مزروعة، هو تهشيم المنطقة لمصالح، لحقولة كلمة واحدة، لمصالح بتصور كتير من الدول الغرب، ولها طبعا لإسرائيل. نعم طبعا. نعم تفضل. أنا بدي أتمنى شغلي بشان خلاص الأطفال على الميكرو إذا بتريد، يعني بعدهم طيبين كثير بأزي، يلي عم نشوفه عن أطفال فلسطين وأطفال مثلا سوريا، يعني رحمة بأطفال طيبين. نعم. ما بعرف إذا وزارة الإعلام فيها تعمل شيء بخصوص. نعم. حرام. نعم. حرام يعني يفتكروا إنه الموت هو مستقبله. صحيح. أنه ناطرهم شيء آخر ما بعد. هذا الموت شيء مغري يعني. كنا عم نحكي أنا أستاذ ريمون، ما رح نحكي عنهم لأنه اليوم حلقتنا مخصصة للجيش. حلقتنا مخصصة للجيش، ما رح نحكي عنهم ولا عن بدعة اللي بيعملوها. مضطرة أتوقف مع فاصل، وبشكركم على حضوركم. أستاذ ريمون جبارة، منك بنتعلم. أستاذ عمر ميقاتي، حضورك غالي على قلبنا. في جملة بدي أقولها على السريع. السريع، كنت عم بسمع غنية بالإذاعة أنا وجاي، أغنية وطنية ل
عظيم وديع الصافي بيقول اسمه بيت بالجنوب، بس في مقطع منه كتير له علاقة كتير فينا هلأ، بيقول بيتي ما برضى يسيب، بيتي أنا سلاحه، ما بتركه للديب، ما بعير مفتاحه، سلاح والجيش والمفتاح بيد الشعب، ما لازم يعيره لحدا. على وقع كلماتك استاذ بوقف الحوار لنرجع بعد قليل وبعد الفاصل لاستوديوهاتنا بالنقاش للزميلة وليد عبود وايضا المزيد من المتطمنين مع مؤسسة الجيش اللبناني.